الإخوان والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنقوم بتصميم منيو مع كابشن مع كابشنز. هذا كل HTML نبي داخلها UL و LIs، داخل كل LI رابط مع attribute data text، وضعت فيه بعض التكست home contact about terms privacy، وأيضا هنا dev بكلاس كلير فقط لأعالج مشكل الفلوت. إذا سأبدأ التنسيق، سأكتب body. بالنسبة للبادي كما تعودنا سنضع الفونت فاميلي سان سيريف، ثم نمر للتنسيق الكلاس كلير كما قلنا لمعالجة مشكل الفلوت. سيضع كلير بوث، كلير في الجهتين، والهايت سيكون صفر لأنني لا أريد أن يحتل حيز. لذلك سأحتاج إلى تنسيق الـ UL وكذلك الـ LI. بالنسبة للـ UL سأضع list style none حتى أخفي النقط، وبعد ذلك background color سأضع لون بني، سأخذه من النوتباد هذا اللون. بالنسبة للـ LI سأضع الفلوت إلى جهة الليفت. جيد، سأضيف أيضا ULLIA لتنسيق الرابط، وأحتاج أيضا إلى تنسيق الرابط في حالة الأفتر أو العنصر أفتر، العنصر الوهمي أفتر. سأفتح الانسبكت إليمنت لأستكمل التنسيق. هناك مارجن هنا سأقوم بإزالته في الـ UL. سأكتب padding margin 0 و padding 0. margin 0 padding 0. لن تبقى المشكلة. الآن سأمر لتنسيق الروابط. سأعلم هنا على أي رابط، ثم أبدأ تنسيق. الديسبلاي سيكون بلوك، البادينج من الأعلى والأسفل سيكون 15 بيكسل، من اليمين واليسار 25 بيكسل، والكالر سيكون أبيض. تكست ديكوريشن نان، وأيضا تكست أولا فونت سايز 15 بيكسل، وتكست ترانسفورم أبر كيس. سأضع ترانزيشن لأنني سأقوم بعمل هوبر. ترانزيشن اول 0.5 سكند is in out. الآن سأقوم بنسخ الكود بعد وضع البوزيشن relative، لأنني سأقوم بإنشاء عنصر after وأعطيه position absolute. سأضع الكود هنا، ثم أمر للعنصر after. أحتاج
أحتاج أيضا إلى تنسيق. سأقوم بعمل هوفر أولا على الرابط وأغير الباكجراوند كالر إلى لون آخر بني أيضا. كما ترى سأبحث الآن عن طبعا لا يظهر الأفتر، يجب أن أضع الكونتنت أولا. سأكتب هنا content attribute وسأكتب هنا data text. الآن سيظهر data text، طبعا لا أريد أن يظهر بهذا الشكل، هو الآن ظاهر. سأقوم بتنسيقه. سأعلم هنا على الأفتر، عفوا، سأعطيه display طبعا block و position absolute. هو لا يزال هنا ولكنه بالأبيض. الطوب سيكون 50 بكسل، والليفت ليكون مثلا 20 بكسل حتى أعدلها. ثم عفوا background color ستكون بلون الهوفر. سأخذه من الملف النصي background color. كما ترى الآن يظهر الأفتر. سأقوم باستكمال التنسيق. سأضع له padding 10 بكسل من جميع الجهات، وسأضع له أيضا font size. سأقوم بتصغير التكست 11 بكسل. ثم سأضع له width محدد، text transform capitalize حتى يظهر الحرف الأول capital. ثم أضع له width الود 90 بكسل، ستكون كافية. border radius 0، 5 بكسل، 5 بكسل. سأضع جميع الجهات. جيد. الآن سأقوم بإخفائه. سأعدل اللفت أولا حتى يظهر باللفت ب30 بكسل. جيدة. سأقوم الآن بإخفائه عن طريق الأوباسيتي. سأضع الأوباسيتي 0. بعد ذلك بالهوفر سأقوم بإظهاره. سأضع ترانزيشن للأوباسيتي 0.6 سكند. إز إن أوت والآن سأقوم بنسخ هذا الكود ووضعه في ملف ستايل. الآن سأكتب ULLIA hover after. عندما يقوم بعمل هوفر على الـ A العنصر after، سأقوم بتغيير الـ opacity إلى 1. الآن عندما أمرر الماوس كما ترى تظهر الكابشن. إذن هذا كل شيء. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.